لسه واصل من ساعه. فانا انا كنت اعتقد ان هو عمل لي الرباط الصليبي مع عمليه القرحه. كويس. فهو اتضح ان هو ما عملش القرحه. ما ينفعش الاثنين يتعملوا في وقت واحد. كويس. فهو قال انا هظبطها شويه القرحه وهنضفها لك بحيث انت تقوي وتبقى كويس. وبعد كده هنشوف لو محتاجه عمليه نعمل، مش محتاجه خلاص. فطبعا انا خدت السنه كده وزي ما هي، فقال لي هنضطر نعمل لك عمليه القرحه لازم. يعني انت كنت خلصت العمليه وروحت بيتكو على ان انت عملت رباط وقرح. ايوه صح كده، اكتشفت ان انت رباط بس مفيش قرح. صح حضرتك فهمتني كده. لا ما واضحه مش محتاجه. طيب هتقدر تلعب بيها يا كابتن؟ انا بيني وبين نفسي انا زعلت من الدكتور احمد، قلت ليه هو ما عملليش. فانا كلمت كذا دكتور، قال لي عمر ما ينفعش يعمل الاثنين مع بعض في وقت واحد. انا كلمت يا كابتن ثابت صاروخ، هو لسه عاملها في ميونخ عند الدكتور ام هوف. فقال لي عمر سهله ومفيش حاجه وهترجع احسن من الاول، مفيش مشكله. لا بالظبط، سهله جدا جدا دلوقتي الغضروف ده بيشيلوه بالمنظار في ثانيه. فانا ان شاء الله انا اتصلت بالدكتور حسام، ده مساعد الدكتور ام هوف. بكره يبعت فاكس وان شاء الله خلال 15 يوم اسافر واعمل عمليه وارجع ان شاء الله يعني. اوكي، يعني انت بره كاس مصر يا عمر. بس هي كابتن على فكره كابتن يعني هي دي مش اصابه جديده، هي الاصابه دي اصلا من عندي من زمان. اوكي، كانت موجوده عندك. كانت موجوده ساعه مجال الرباط الصليبي. بالظبط بالظبط. فانا بس انا والله كابتن زعلان عشان حاجه، عشان الجمهور فرح ان انا رجعت، فانا زعلان عشان الجمهور بس والله. لا معلش، قدر الله وما شاء فعل يا عمر. وبعدين انت ان شاء الله تشيل دي على طول غضروف، بتقعد لها اسبوعين ثلاثه بتلعب، تبتدي تتمرن وترجع مع بدايه الموسم الجديد زي الاسد ان شاء الله. ان شاء الله، ما انا مركز في كده ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله، الف سلام عليك يا عمر. ربنا يخليك كابتن، الف شكر يا كابتن. شكرا حبيبي، الف سلام عليك.